انت ما تعرفيش يا ماما الفرحه بس فيعني قد ايه. يا فرحك يا ابني معوضه يا خالد، بس انا عايزه منك بقى ايه، ما تقولش لمراتك ان مفتحت ولا حاجه، خليها لها مفاجاه. ماشي لو كده اللي انت عايزاه يا ماما. ماشي يلا عشان عايز اوصل البيت. ماشي. خير يا مراد، رايحه فين؟ كنت رايحه بس السوبر ماركت كده اجيب شويه طلبات. ايه يا حماتي طمني من الدكتور قال لك ايه؟ الحمد لله يا بنتي، ربنا هيسهلها ان شاء الله. ان شاء الله. بقول لك يا مراد، خدي امي وصليها البيت وانا رايح راجع شغلي تاني كده، وما تعوزي شوفي انت عايز اللي ناقص كيف في البيت وانا هبقى اقول لك وانا راجع. خلاص ماشي، انا بقول لك على الطلبات اللي انا كنت رايحه اجيبها. ماشي تعالي يا حماتي على مهلك. شغلي وبتاعي احنا كل يوم شغالين، ده بسبب المناسبه السعيده دي ان امي رجعت تشوف تاني، هروح اجيب كام حاجه حلوه كده نقعد نحتفل بيها. بقول لك ايه، اقعدي هنا اقعدي، ثواني وجيال. يا ستر عليكي، ضيعت عليا المشوار يا شيخه منك لله. الو، ايه يا ماما حبيبتي؟ بقول لك ايه، يبقى اجي لك بقى وقت تاني، حماتي الزفته دي مش عارفه طلعت لي منين. اه وجوزي قال لي خدي روحيها. بس يا مراتي ابني خايف التليفون بتتكلم بعيد عني ليه؟ طب ما اتكلمتش قدامي ليه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ايه ده؟ طب لحظه يا ماما خليكي معايا. يا سلام يا حماتي، كان راح فين في بالي الفكره دي؟ قال تعملي عمليه وتشوفي ايه ان شاء الله، ولا في عمليات ولا هتشوف النور ده تاني. ده انت بالنسبه لك انت يا حماتي، ومستحيل ان انا افرط فيه. ايه ده، انا بشحتش ونادت يا ابله، انا بشحتش، مرات ابني هتعرف كده فتح، وانا عايزه اعملها لها مفاجاه، ده مش تحملاني بقى لها سنين وعاملاها انا اكتر من بنتي. امال يا مرات ابني ماشي مش هتاخدني معاه ولا قال ايه؟ ايوه هي دي عز الطلب، هي دي اللي هتنفع. امال يا مرات ابني جايبه الكرتونه دي هتعمل بيها ايه؟ بقول لك يا حماد، امسكي الكرتونه دي خليها في ايدك كده، بس اوعي تحطي ايدك في اي حماتي عشان دفعها كوير وبطاقه. ماشي عشان الغسيل يعني وكده. ماشي ماشي ماشي، انا مش هاخر عليك. ماشي. ايه ده؟ ايه اللي بتعملي معايا يا مرات ابني دي؟ فين البطاس وفين الحاجات اللي هي خايفه عليا منها؟ انا مش عارفه انت بتعملي معايا كده ليه؟ يا ريتني ما شفت ولا رايت اللي انت بتعملي ده. ده انا كنت عاملاها زي بنتي. الحمد لله انا فتحت وشفتك على حقيقة. لو سمحتي يا استاذ، بقول لك شايف الست اللي قاعده هناك دي؟ الست دي غلبانه وبتجري على يتامى وما بتشوفش وكده، يعني احنا بنلم لها اللي. لو معاك حاجه يعني، لو ما قدرتك حاجه اديها لي. حاضر يا حاضر. ربنا يا رب يوسع في رزقك. امال يا مرات ابني وفيه والجدع ده ليه؟ ايه ده؟ انا بشحت؟ كده انا عرفت يا معدني هنا ليه عشان تشحت عليا. ليه كده يا بنتي؟ ده انا كنت عاملاكي زي بنتي وهكتب لك كل ما املك. انا ماليش بنت، عملت بنتي بس الحمد لله انا فتحت وشفتك على حقيقتك. لو سمحتي يا استاذ، لو سمحتي. نعم. الست اللي قاعده هناك دي محتاجه عمليه واحنا بنلملها. ايه ده؟ امي؟ امي اللي معاها في الشارع لحد دلوقتي، وايه الكرتونه اللي في حجرها دي؟ ومراتي هناك عماله، مين عماله تكلمه ده؟ يعني لو تقدر تساهم باي مبلغ كده ربنا يزيدك يا رب. حاضر يا استاذ، حاضر. ماشي يا استاذ، ربنا يزيد. مراتي واقفه عماله تكلم واحد غريب انا ما اعرفوش. ايه الحكايه بقى؟ ايه ده، هي مراتي موقفه وماما هنا عشان تشحت عليها ومعادها ومديها الكرتونه؟ ماشي. ثواني يا استاذ. ايه؟ ايه فلوسك يا استاذ؟ يا استاذ انا عاملها لله. يا باشا يبقى كده من اللي يستحقها، احنا بنستحق. يا استاذ الاستاذه اللي نازله ايه؟ انا فاهم كل حاجه، معلش احنا اسفين ليك يا استاذ، احنا اسفين ليك. يا ام القعده دي والكرتونه دي يا ابني، من ساعه ما جينا من عند الدكتور ومراتك ما اداني القعده دي، وراحت جابت شويه رمل رشتهم على وشي وجابها الكرتون، ولا رايح ولا جاي يديني فلوس، وانا كنت عايزه اعملها لها مفاجاه. ثواني يا ام، انا اشوف اعملها لها. يا حماد معلش اخرت عليك.
الكرتونه دي يا حماد وايه الفلوس اللي فيها دي؟ الكرتونه دي مش انت اللي مديها لامي؟ انا اللي عطيتها الكرتونه. طب ما ها ورشيتي عليها شويه رمل على اساس ان انت بتشوفي يا حماد. ايوه بتشوف، وكنا عايزين نعمل لك مفاجاه بس للاسف رحتي انت المفاجاه. بقول لك ايه يا حمادي؟ طب الف مبروك الحمد لله على سلامتك يا حماد. ده انت اللي الحمد لله على السلامه. بقول لك ايه، انت النهارده ما تنفعيش مراد، انت طالق. يلا يا خدي الفلوس دي، يبقى انت هاتي بدلها. طب يا محمد معلش يا محمد، انا اسفه يا محمد اللي ما عملت ده، بس يا رب